متفوقا على المطبخ الإيطالي والهندي والمكسيكي وغيرهم، المطبخ المغربي حصد لقب الأفضل في العالم. فبمشاركة الملايين ممن صوتوا لمطبخهم المفضل، حاز المطبخ المغربي على النسبة الأكبر من الأصوات بمليونين ونصف المليون صوت من أصل أكثر من 38 مليونا. المسابقة أجرتها منظمة بابيتي كوزين من خلال تصويت المتابعين على منصة إنستغرام، وأعلن نتيجتها الشيف البريطاني العالمي جوردون رامزي. The number one cuisine across the planet is Moroccan cuisine. Has been crowned the champion. إيه، هذا هو الشيف نفسه اللي بيتنمر على المتسابقين ببرنامجه ويسخر من قدراتهم ويصرخ عليهم. المنافسة كانت قد احتدمت بين المطبخ المكسيكي والمغربي، ليتفوق اليوم الكسكس والطاجن المغربي على التاكوز المكسيكي. برأيكم، هل المطبخ المغربي الأفضل في العالم أم تفضلون مطابخ أخرى؟